من محاولة خلخلة التركيبة السكانية في الحجاز من خلال استقبال الحجاز من حضرموت واليمن، من خلال استقبالهم من الهندي والسندي وجاوة وتركستاني وغيرها من كل من أفريقيا، وإعطاء هؤلاء مزايا وفرص تجارية وتعليمية ومناصب وما إلى هنالك، حتى يقلل من هذا التواجد القبلي لقبيلة قريش ولغيرها من القبائل التي كانت تسكن منطقة مكة ومناطق الحجاز بأكملها. نجح إلى حد كبير في ذلك، وبقي هؤلاء الحجاج القادمين من كل أصقاع الأرض، بعضهم من العربي وبعضهم من غير العرب، ووجدوا فرص للتجارة وللعمل ولغير ذلك في ظل تهميش لهذه القبائل العريقة التي لا تستحق والله التهميش. أتى العصر السعودي الزاهر وأبقى على هؤلاء، على هؤلاء المقيمين القادمين من أقاصي الشرق والغرب، أبقى عليهم ومنحهم من العطايا والهبات تقديرا لظروفهم التي كانوا يقولونها ويتوسلون بها من 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 فرارهم بدينهم ومن أمور كثيرة جدا. ونتيجة لتسامح هذه الدولة المباركة وكرمها الذي وصل أصقاع الأرض، سمحت لهم بالبقاء ووفرت لهم كما وفرت لأبناء القبائل وغيرهم فرصا متساوية، ولكن بعد أن أخذوا مراحل متقدمة ووصلوا إلى مراحل أوجدت لهم سيطرة ولو نسبية على أبناء القبائل. واستمر هذا الأمر، واستمر تواجدهم للأسف وتكاثرهم، حتى أصبح أبناء القبائل أقلية في هذه المنطقة. لم يحمل هؤلاء الولاء والود لهذه القبائل ولهذه الدولة المباركة التي منحتهم كل شيء وساوتهم بأبناء القبائل ومنحتهم الجنسية، بل حاولوا ولازالوا في محاولات مستميتة إلى طمس الهوية القبلية الحجازية القرشية الثقافية لكل القبائل، وزرع ثقافة مختلفة تعود إلى بلدانهم، سواء في الملبس، سواء في المأكل، سواء في الرقصات الشعبية وما إلى هنالك. وليتهم اكتفوا بذلك، ولكنهم تبجحوا ولازالوا وتمادوا وتطاولوا حتى رأوا في هذا الوجود القبلي ما يهدد وجودهم الغير مبرر أصلا. فصرحوا في تغريداتهم وفي مقالاتهم وفي مقاطعهم إلى أن الحجاز محتل، ومتى يحرر الحجاز، ومتى يزول هذا التواجد الوهابي، ومتى يزول هؤلاء البدو، ومتى هؤلاء، تخيلوا بعد أن منحوا كل فرص الحضارة والتمدن في أقدم مدينة في العالم، وهم القادمين من حضرموت ومن تركستان ومن أدغال لا يعلم بها إلا الله ولا يعرفون شيئا، وأتوا إلى أقدم المدن في العالم المدنية الحقيقية، مكة والمدينة ومدن الجزيرة العربية التي تعد الأقدم في العالم، لا يتسع المجال لذكرها الآن، ويحاولون أن يسقطوا على أن هؤلاء ليسوا إلا بدوا، وكأن المملكة العربية السعودية ليست إلا صحراء، وهم يجهلون أو يتجاهلون أن أقدم المدن في العالم هي في المملكة، وأقدم مدنية وأقدم حضارات هي في الجزيرة العربية.